بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعوا الحل عنا عبر الام تي في، ودايما منبلش حلقتنا بالمعلومه. بمعلومتنا لليوم بدي أذكر ما أعلنت عنه هيئة إدارة السير عن ضرورة تغيير لوحات السيارات من اللوحة القديمة لللوحة الآمنة ضمن المهلة القانونية، وبالبيان اللي إجا عطفا على بيان صادر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتاريخ 29/12/2017 بتذكر هيئة السير أنه يمكن لأصحاب العلاقة الاستفادة من أحكام المادة 19 من القانون رقم 97 تاريخ 18/4/2018 القاضي بتخفيض الغرامات على رسوم السير السنوية بنسبة 90% في حالة تسديد لغاية 19/10/2018. متابعات بمتابعتنا، نحن معنا مباشرة على الخط رئيس بلدية بيت مري المحامي روي أبو شتيت حتى نرد على الأهالي بيت مري يلي اتصلوا فينا عدة مرات وعم يسألوا ليه البلدية رفعت رسوم التكليف. رئيس صباح الخير ويعطيك العافية. صباح الخير مدام ريبيكا. هلا بعرف انه في كثير بلديات رفعت رسوم للمكلفين ومنهم بيت مري، وحقيقه ما في اقول لك قد ايه في مواطنين عم بتلفنوا ويسالوا ليه يعني رفعت بطريقه مدروسه ريس بتتناسب مع طبعا البناء، كيف صارت عندكم ببيت مري توضيحا للمواطنين؟ مدام ريبيكا نحن بدنا نوضح للمواطنين انه عم نجرب قد ما فينا نكون عادلين ونحس مع المواطنين. نتيجه سلسله الرتب والرواتب اللي صدرت مؤخرا طلعوا معاشاتنا من المليار و200 مليون للمليارين و200 مليون، يعني زادوا مليار، زادوا مليار. واردات الجبايه كانت مليار و740 مليون اذا صار في تسديد 100%، نحن ولا مره قدرنا نوصل لاكثر من 80 85، يعني عم نقدر نجي بحدود المليار و400 مليار و500 مليار و600. نعم عندنا حوالي ال 500 مليون معالجه نفايات، يعني نحن بيكون عندنا عجز 200 250 مليون ليره بوارداتنا. كان يجي مصاري من الصندوق البلدي المستقل والهاتف، وكان يجي رخص 20 30 40 رخصة بالسنة على البلدية. صرنا سنتين بسبب الأزمة الاقتصادية، بسبب الوضع المالي اللي عم يمرق فيه البلد، صندوق البلد المستقل والهاتف ما عم يدفعوا شيء، يعني السنة دفعوا 46 مليون ليرة بس. ورخص ما بقى حدا عم بيعمر، يعني لليوم من أول السنة مش قاطع أكثر من 8 رخص أو 9 رخص. اليوم نحن صار عندنا وضع مأساوي ووضع كارثي بالبلدية بالوضع المالي. جينا درسنا الجداول التكليف والواردات من المكلفين، تبين انه من حوالي اخر التسعين يعني قبل ال 2000 بشوي ما معمول ولا اي زياده، حتى زيادات الغلاء المعيشي اللي قانونا تضاف على الرسم البلدي لم تزاد، يعني عندنا 33%، عندنا 12.8%، عندنا غيرهم لم يزادوا. والبلديه مثل كل مؤسسات الدوله فيها تستدري. جينا قلنا اذا نحن ما نستدرك ونطبق هي النسبه على الكل بنكون عم نظلم كثير عالم، لانه في ناس تخمينهم اصلا مرتفع جدا. وشفنا انه في عنا عدد مكلفين كثير كبير، حوالي نص مكلفين بيت مري شيء 1800 شخص رسمهم متدني جدا 25000 و50000 ليره. اذا بدنا نجي نزيد نسبة فلات على كل العالم، اللي عم يدفع مليون ليرة بصير يدفع مليون ومية، واللي عم يدفع 50,000 بصير عم يدفع 55,000، ما بنكون عم نوزع الزيادة بطريقة عادلة بقلب مجتمعنا. نعم. انطلاقا من هالمبدأ اعتبرنا انه كل الاشخاص اللي بيدفعوا فوق 3 مليون ليرة بينزاد عليهم تقريبا 5%، وبعدين كل ما ينزل الرسم كل ما تطلع النسبة لنوصل للمية بالمية، كل شيء تحت الميتين ألف ليرة تحت الميتين ألف ليرة بيصير 100%. بهالطريقة منكون ما ظلمنا اللي كان له فترة طويلة عم يدفع مليون ومليونين وثلاث ملايين، زدنا عليه نسبة صغيرة تقريبا
5 و10 و20 و30%، واللي عم يدفع صار له فترة طويلة عم يدفع 20 و30 و40 و50 ألف ليرة دوبة لرسمه، وصار حد الأدنى هو 100 ألف ليرة رسم البلدي لحد الأدنى. نعمل لجنة درست الوضع المالي للبلدية بالاستناد لها بتاخد قرار بالمجلس البلدي وتنفذ هيدا القرار. تاخد بالإجماع؟ اكيد اتخذ بالاجماع، كتر خير الله. بس بدي اقول لك شغله صغيره، ما نعم. دغري بك حتى نعم. هيدا اللي عملناه كله نعم نحن عايزين 517 مليون. يعني نحن اليوم هلا نرجع نشتغل على الارض نشوف اذا في مكتومين، نرجع ناكد على المكتومين تما يعود في حدا مكتوم، نشتغل على انه يكون الجبايه 100%. في عنا بعض المبالغ الواقفه سابقا عم نرجع نشتغل على تحصيلها لنقدر نسد هيدا العجز. ما منا نطلب المواطن، بس كل بيعرف انه اليوم البلديه، كل البلديات مش بس بيت ميري، كنا شايلين مليار ليره على جنب احتياطي. بشهر 5 لما اجى من مجلس شورى الدوله القرار بتحديد الجدول اللي لازم اعتماده للموظفين، دفعنا المليار بنهار واحد. 870 مليون ليره مفعول رجعي من شهر 5 ل 24/8 تاريخ صدور سلسله الرواتب. يعني حتى يلي عليه متاخرات فينا نقول له فيك تستفيد من تخفيض 90%. اليوم في اعفاء على الغرامه، نعم. وانا حتى متساهل جدا يلي عم يطلب تقسيط عم بوافق قسطت له على 3 دفعات أو 4 دفعات او حتى على سنه او سنتين اذا في عنده مبالغ متراكمه، نعم. لانه بالنهايه نحن موجودين هون تنتساعد. أنا ما بقبل كون ظالم أي مواطن، محل اللي بقدر ساعد كل مواطن بساعده، بس في التزامات علينا تجاه البلدية لتقدر تكفي البلدية. نعم، خصوصا انه هالمكلف اللي عم يدفعه، بعدين منطقه بيت مري منطقه سياحيه بامتياز، يعني بدك تحافظ على الخضار، على الطرقات، على الارصفه، يعني قديش كمان هالسلسله رتب اكلت من هالمشاريع يلي كانت وضعتها البلديه. من كل شيء. يعني اليوم نحن لما بنيجي نطلع بالارقام تبعنا، اذا بدنا نطلع لقدام، مفروض كل بلدية تقدر تغطي كل المتطلبات وتديل بروفيجن على جنب لترجع تعمل إعادة تأهيل للبنى التحتية. نعم. بالوضع المالي تبعنا وتبع كل البلديات ما حدا عم بيقدر يشيل بروفيجن للمستقبل، يعني أنجأ عم نعيش كل يوم بيومه. نعم، يعني نحن حبينا نوضح للمواطنين اللي اتصلوا فينا من سكان بيت ميري حتى نقول ليش لجأت البلدية إلى رفع رسوم أو جداول التكليف. وبعتقد مش وحدكم ريس، يعني من بعد سلسلة الرتب والرواتب وضرورة ما قلت مجلس شورى الدولة طلب أنه في كتار من البلديات هلأ حائرة من عارفة كمان كيف بدها تتصرف. أنا بدي أشكرك رئيس بلدية بيت ميري المحامي روي أبو جديد. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في ومنتابع كمان متابعات لاتصالات بتورد من المواطنين، ومنحب نعطي دايما الردود عليها، وان شاء الله دايما الردود تكون انه مفيدة، وبالتالي يعرف الرأي العام المتابعة اللي عم نعملها. هلأ مرات كتير ما بتبقى بإيد حدا، ولكن مفروض الناس كمان رأي العام يعرف. من هيك بموضوع التاكسيات خصوصا تاكسي المطار، كتار بعدهم لهلأ عم يسألوا أنه طيب نحن عنا تاكسي وبدنا نوصل ابننا أو جارنا أو زوجتنا أو حدا من أفراد العائلة، لأنه مش تاكسي مسجل بالمطار ممنوع. يعني بعد هذا الأمور عم تنبحث بالوقت اللي كمان عم ينسأل طيب ليش في شركات تاكسي مش مرخصة كمان وبحق لها. هذا موضوع المواطن اللبناني عم ينتبه له، وخصوصا لما بيكون في عجقات بالمطار وبيصيروا ملبكين، والكلفة كمان الظاهر على العداد إلى تأثيرها. من هيك رفعت السؤال لرئيس نقابة أصحاب شركات تاكسي بلبنان شارل أبو حرب، يعطيك العافية. صباح الخير، أهلا وسهلا، كيفك مدام ربيع؟ نشكر على، يمكن من وقت ما صدر قرار الاحتكار أو بدي أقول حصر تاكسيات المطار أو فيها، كان في ردة فعل عند المواطنين وعندكم أنتوا وعند السائقين العموميين كمان، وهلأ عم بتزيد لأنه في شركات ما عندها رخصة
وهي عم بتوصل وتاخد، وفي ناس من أهل البيت مش قادرين يوصلوا أهل البيت. طيب شو منقدر نقول لهم؟ نحن لحتى نكون واضحين، نعم، أنه أي شخص بده يوصل حدا على المطار ما في أي مشكلة أبدا. نعم، يعني أي شخص عنده نمرة عمومية هو نازل على المطار ومعه راكب، معه حدا بده يوصله، جاره أو حدا، ما في أي مشكلة، بفوت عادي بوصله بفل. نعم، المشكلة هي أنه للسيارات اللي هن ما بيحملوا أي رمز لأي شركة، صحيح، اللي هن بده يفوتوا على المطار بيستقبلوا حدا. نحن بنعرف أنه جو السوق النقل اللبناني هو هو عم بيتم استضعافه وغزوه من قبل شركات عالمية غير مرخصة بلبنان. نعم، وهو الشركات اللي بيشتغلوا من دون أي شعار على سياراتهم، وهودي بشكله خطر يعني حماية للمواطنين، لأن نحن نعرف بالآونة الأخيرة عدد الجرائم اللي صار بلبنان 100%، وخاصة تعرضت لها الدبلوماسية البريطانية بآخر فترة. نعم، فالمطار اليوم إدارة المطار هالإجراء اللي أخذته إلى حماية المواطنين. نعم، فأولا في عنا تاكسي المطار. نعم، يمكن غالي شوي بس موجود. عنا شركات لبنانية مرخصة هي موجودة بقلب المطار، وبالتالي بيقدر المواطن يستعملها. ولكن بتوقف بباركينج المطار، بتصور ما بتوقف يعني. نعم، يعني هيدا الإجراء يمكن بحق لهم، ولكن بيوقفوا مثل أي سيارة يعني على غرار كل مطارات العالم. نعم، نعم، كل مطارات العالم ما حدا، ما في ولا أي سيارة تاكسي فيها تيجي توقف على باب المطار تشتري بالركاب. بالنسبة لتعرفتها استشار يعني. نعم، تاكسي المطار في تعرفته معروفة موضوعة من قبل المطار، ومرات الناس بتشوفها غالي. الشركات الثانية تعرفتهم شو الحد الأقصى شو الحد الأدنى يعني، أو هيدا تضارب نوعية ولا كيف تنافس؟ السعر اليوم اللي عم يتداول بالسوق هو سعر واحد من 15 سنة لليوم. نعم، يعني من المطار على بيروت كله. نعم، بيتراوح السعر بين 25 ألف ليرة و 30 ألف ليرة الماكسيموم. نعم، حسب المسافة كمان 100%، يعني وكمان في عندك موقف مطار هو مدفوع 6000 ليرة. نعم، فالموضوع هو منه موضوع سعر، إنما موضوع ضبط الأمن بالمطار والحفاظ على حياة المواطنين وعلى طريقة التواصل مع السيارة اللي هي عم تعمل الخدمة هيدي. نعم، من هيك يعني دائما بنشدد انه تكون معروفه اي شركه في رقمها، في في البلاك اللي بتدل عليها صحابها لبناني، لانه للاسف في اجانب عم بيسوقوا السيارات. الفلاتين بسوق النقل اللبناني اليوم، والدوله ما عم تاخذ اجراءات اللازمه بحقهم، فاضطرت الادارات الخاصه كمان تحمي الناس اللي عم يستقلوا المطار، عم يسألوا الدور، عم يسألوا الشركات الخاصة كمان. أكيد، لأنه يمكن الجريمة اللي صارت مع الدبلوماسية البريطانية كانت علنية واضحة وما نقدروا يخبوها، بس في كتير ناس عم بيصير في معهم كتير من القصص ما بيعرفوا لمين يلجأوا لا، يمكن لأنه ما في مرجعية يلجأوا لها لإلها إذا كان ما بيعرفوا لا اسم السائق ولا أي شركة تابع. صح، والمحاسبة غائبة بالدولة اللبنانية كمان، وبعد تركين الشركة اليوم عم تشتغل، وحتى في شركات أسوأ من هيك عم يستعملوا موبيلات للتاكسي. هلا صار في موبيلات للتاكسي؟ كيف يعني؟ للأسف يعني هاي جديدة. يعني بنستعمل الأرجيلة بناخذها على الموبيلات كمان بنستعمل المواطن. هيدا مستوى الانحطاط اللي صار عندنا، وغياب الدولة والفساد كيف منتشر بكل قطاعات البلد. ولكن في مسؤولية يعني، في سلامة عامة خصوصا يعني أولاد البلد معروفين، ولكن الأجانب كمان هيدا شيء مش بدل على تنظيم، يعني هذا قطاع بده تنظيم ليحافظ أكيد على كل راكب إن كان أجنبي ولا لبناني ولا مغترب. صحيح 100%، وهيدي مسؤولية وزارة الداخلية تضبط الأمن بقلب البلد. في اتصالات، في لقاءات، بنعرف مؤخرا يعني قطاع النقل كان عم يرفع صوته بخصوص اليد العامله الاجنبيه، السائق الاجنبي عم يرفع صوته بخصوص غلاء البنزين مؤخرا، ولكن قديش كمان شركات التاكسي بتتوافق مع هالمطالب؟ يعني هن مطالبهم هن مطالبنا، يعني الوجع بقطاع النقل طيبنا كلنا، وهذا مطالبنا، ولكن نحن عندنا مطالب خاصة وأكثر منهم بشوي. نعم، يمكن بيتعاطوا بالموضوع بشكل عام. نعم، أما نحن متعاطى فيه بشكل خاص، نحن على تماس مباشر مع المواطن وبنسمع مشاكل المواطن، وبنسمع قديش المواطن هو خايف على حاله، حاسس حاله غير محمي
بظل تنقلاته بالبلد. أكيد من هيك في مرجعية هي النقابة كمان، يعني في الشركة مرجعية المسجلة اللي أكيد يعني الإنسان لما بيطلبها في عنده الرقم واسم السائق وتوقيته، وفي تواصل مع الشركة على كل الطريق من ساعة ما بيطلع الراكب لساعة ما بيوصل إلى المكان. هي شغلة كتير أساسية. أي شركة بتخالف القانون متفاجئة بدعوة مباشرة. أي يعني عندنا شركة اليوم عم بتشغل سيارات نمر أجار، فمجال عمل بدعوة اليوم على النيابة العامة، وإن شاء الله خلال 15 يوم نوقفهم. يعني عم تتحرك النقابة بهالموضوع 100%. نعم. وفي دعوة تانية كمان تجاه الشركة اللي عم تشغل موبيلات على الطريق كمان، فإن شاء الله كمان أول السنة القضائية كمان بيكون في قرارات رح تصدر بحق هالشركات. يعني أنا بدي أشكرك أستاذ شارل بوحارب رئيس نقابة أصحاب شركات تاكسي في لبنان، حتى يعني ضوينا على قضية تشغل الرأي العام، يعني إن كان أجانب عم يتصلوا فينا أو مغتربين عم يتصلوا فينا أو لبنانيين كمان، كان مفروض كمان ننبه لهذه المواضيع ويعرفوا أي تاكسي عم ياخدوا لأي شركة تابعة يكون لها مرجعية، طبعا حفاظا على سلامتهم، على أمل أنه الدولة اللبنانية تحزم أمر القرارات موجودة، القانون موجود، بس منه ظرفي، المفروض يكون باستمرار. شكرا لك. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، وبوقف مع فقرة تواصل. بتواصل عبر فيسبوك الحل عنا كتار بيختاروا انه يتواصلوا معنا بهالطريقة، يمكن لأوقات يمكن ما بتسمح لهم يطلعوا معنا مباشرة، ولكن نحن بنهتم بكل ما بيورد على تواصل فيسبوك الحل عنا، مثل اي شكوى بتورد مباشرة على الهواء او على الخط الساخن يلي هو 24 على 24. جو ابو سمح بيقول منطقة عمارة شلهوب عم بتعاني من عطل كهرباء دائم، الانقطاع كلي بالكهرباء، مولد الحي ما عم يقدر يتحمل، عم ناشد شركة بيوس وشركة الكهرباء التدخل. أنا بس كنت حابة أعرف منك جو وين بعمارة شلهوب، يعني ما حدا تشكى إلا حضرتك، بس لنشوف إذا في بأي حي، تنشوف إذا الديجونتور ما عاد يحمل حتى نقدر نحن نتواصل مع البيوس ومع كهرباء لبنان. مدام حلاق بتقول كنت أرسلت طلب تزفيت طريق الرام بمنطقة مشمش وذلك عن طريق رئيس البلدية، واللي حصل أنه تم تزفيت منطقة مشمش ما عدا طريق الرام، يرجى الاهتمام بهذا الموضوع. يعني أكيد نرجع نأكد رئيس البلدية اشتركته طريق رام، يعني كان مفروض تكون من جملة الطرقات يلي تم تزفيتها. أستاذ جورج بن بيقول من 10 أيام وأكثر عاملين حملة بيبعثوا رسائل نصية للمواطنين بلبنان، دولة ما بتعرف إلا الطالب بالضرائب، يعني بيقصد فيها وزارة المالية، لأنه كلنا على التواصل الاجتماعي عم يوصلنا رسائل أنه كل الحالات يلي بتستوجب علينا دفع ضريبة الأملاك المبنية أو دفع ضريبة إذا في عمل تاني مسجل إلى ما هنالك، بس بيقول الأستاذ جورج أنه ما بيأمنوا ضمان ولا عمل ولا طبابة ولا عجقة سير ولا أدوية ولا شيخوخة، وتركين زبالة تطم الشعب، السرطانات عم تكلنا كرمال بعض السياسيين يلي بيبنوا قصور وبيشتروا طيارات ويخوتي وبيقبضوا معاشات خيالية شهريا بين 10,000 و30,000 دولار حسب الرتبة والموقع، بدهم ياكلوا الأخضر واليابس والمواطن بده يدفع ضريبة. يعني كل القصد لما المواطن بيدفع ضريبة مفروض يلاقي الخدمة تلقائيا، وهيدي شوي مش موجودة. مدام سولا معصورة أكيد أني منشوف الصورة بتقول هيدي محرقة دايما بولعوها ببلدية شليفة بقضاء بعلبك، عم منشوف الصور والروايح بتجي على منطقة دير الأحمر كلها، عم نشوف هالدخنة، وأكيد بدنا نحكي مع البلدية لنشوف مين اللي عم يحرق وليش عم بيصير فيها الحرق هيدا. الأستاذ كمان وسام المواز كمان مع صورة رح نشوفها سوا، عم بقول هالعواميد مضاءة على مدار اليوم على ثم تطفأ طوال الليل مما يؤدي لوقوع حوادث، نريد حلا. يعني الحل معروف، الإنارة مفروض تكون بالليل ما تكون بالنهار، نعرف أنه الإنارة على الطرقات العامة مسؤولة عنها يا وزارة الأشغال إذا كانت طرقات دولية، أو إذا كانت طرقات داخلية مسؤولة عنها البلدية، نحن رح نشوف وين. بس أنا كنت حابة أعرف منك أستاذ وسام أنه وين هيدي المنطقة،
يعني كأنه الحازمية نحن هيك حوكنا الصورة، بس كنا منفضل تحدد لنا وين لنعرف مين بدنا نراجع أكثر بالموضوع، لأنه في كتير طرقات عم بتكون مضاءة نهارا ومطفية ليلا، أو مريت ليلا نهار ومنصير نقول هيدا هدر بالنهار. نحن منقول زيت الخير خير، المهم تكون مضوية بالليل لأنه هو أساس، واللي بيتضوى بالنهار هو التونيلات، يعني إن كانت تونيل شكة ولا تونيلات المطار ولا بسليم، يعني كل التونيلات مفروض تكون مضوية بالنهار، استثناء هيدي لازم تكون، بينما بقية الطرقات بدنا إياها بالليل قبل النهار، لأنه بتشكل كمان مرات حوادث عم بيصير، وبالتالي كمان بتترك طمأنينة عند الناس. طبعا يعني أنا بشكر كل اللي عم يتواصلوا معنا عبر فيسبوك الحل عنا، أو عبر الخط الساخن 24-24، أو التواصل المباشر معكم يوميا من الاثنين للجمعة. بعطيكم موعد دايما مع الـ MTV الحل عنا، إلى اللقاء.